متواصلين مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، في انطلاقات هذا الصباح، صباح اليوم، وأشواط الثنايا البكار وكذلك القعدان. وأذكر السادة المتابعين بأن أشواط الثنايا في صباح هذا اليوم هي 13 شوطا، ونختم أشواط الثنايا مع الشوط ما بعد القادم لنبتدئ مع الشوط 14 مع أول أشواط السودانيات. إذن أربعة أشواط للسودانيات، تبدأ بالرابع عشر والخامس عشر والسادس والسابع عشر. أتمنى التوفيق لكل المتابعين ولكل المشاركين. مشاهدينا الأعزاء، نتجه إلى مقدمة الشوط. هذا الشوط خاص بفئة الثنايا البكار، وهذا هو الشوط 11 ومقدمة الشوط، ومن تحتل المركز الأول وضحى لفهد بن غصين بن عبد الله العرجاني على المركز الأول وفي مقدمة الشوط وضحى. ننتقل من تحتل المركز الأول إلى المركز الثاني، وهنا الباسلة تعود ملكيتها لطالب بن ناصر بن علي الغفران المري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث تتواجد فيه تهاني لفهد بن سعيد بن محمد آل بو سعيد الخيارين. ننتقل من تحتل المركز الثالث وهي تهاني للمركز الرابع. المركز الرابع تتقدم وعد علي بن صالح بن سعيد بن ملهية على المركز الرابع، بينما المركز الخامس ومن تتسلل إليه لجامة لمنصور بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين، انتقلت لجامة إلى المركز الرابع بدورها، بينما المركز الخامس الغزيل، أول نداء للغزيل لحسن بن حبتر بن سعيد المريخي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم للخمسة المراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط. في هذا الشوط أتمنى للجميع التوفيق. نعود إلى المركز الأول، ومن تسيطر على صدارة الشوط منذ الانطلاق وضحى على المركز الأول، تعود ملكيتها لفهد بن غصين بن عبد الله العرجاني على المركز الأول، بينما المركز الثاني تتواجد فيه الباسلة لطالب بن ناصر بن علي الغفراني المري على المركز الثاني، وتتقدم الغزيل تقدم ملموس، انتقلت من المركز الخامس إلى الرابع إلى الثالث مباشرة. الغزيل لحسن بن حبتر بن سعيد مريخي، هذه الغزيل وأداءها ممتاز وشكلها طيب، هذه الغزيل كالغزلان تنطلق في المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، وتصل لجامة، وأيضا لجامة من الهجن التي ومن الثنايا البكار التي أثبتت الوجود في السباقات المحلية الماضية بشعار صائد الرموز، تنطلق على المركز الرابع وملكيتها لمنصور بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين على المركز الرابع، ودخول جديد أو ما زالت تهاني، هذه تهاني اللي يتمنى مالكها الفوز، والفوز الذي يعقبه التهاني بالفوز والناموس لفهد بن سعيد بن محمد آل بو سعيد الخيارين على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم. هذا الشوط تشارك فيه 22 مشاركة، تقريبا عدد كبير من الثنايا البكار. الجوائز النقدية القيمة للعشرة المراكز المتقدمة الأولى كما هو معروف ومعلوم، وندانا للخمسة المراكز المتقدمة الأولى. نعود إلى مقدمة الشوط، والباسلة ما زالت سيدة الموقف منذ الانطلاق، بينما المركز الثاني تدخل من قبل الغزيل حسن بن حبتر بن سعيد المريخي، تتقدم وتريد سحب البساط من تحت أقدام الباسلة التي في المركز الثاني في هذه اللحظات، الطالب بن ناصر بن علي الغفراني المري، ومنافسة حامية الوطيس ما بين الباسلة وما بين الغزيل في هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثالث، لجامة تتقدم بخطى ثابتة وموقعها ممتاز وانطلاقتها ممتازة وأيضا شكلها جميل وممتاز، هذه لجامة على المركز الثالث، تعود ملكيتها لمنصور بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين، بينما المركز الرابع تدخل جديد من درعة
أول نداء لدرعا ما تحمل الرقم 9 وتحتل المركز الرابع وتدخلها قوي لراشد بن محمد بن عبد الله المكاوني النعيمي. هذه على المركز الرابع ولكن دخول عليها من تهاني ودخول على تهاني أيضا من قبل الضبي سالم بن علي بن سالم التوب المري اللي انتقلت إلى المركز الرابع في هذه اللحظات وأيضا انتقلت من الرابع إلى الثالث الضبي وشكلها شكل الضبي أيضا من تنطلق على المركز الثالث في هذه اللحظات بشكل الظباء تنطلق على المركز الثالث في هذه اللحظات. نعود إلى المركز الرابع ولجامة تحتل المركز الرابع في هذه اللحظات لجامة تعود ملكيتها لمنصور بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين المركز الخامس تتقدم في المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء درعة لراشد بن محمد بن عبد الله النعيمي. هذه هي نتيجتنا ونقترب من منتصف مسافة الشوط 4 كيلومترات تقريبا تنتصف المسافة في هذه اللحظات وتتقدم الغزيل بعد لوحة منتصف المسافة لتختطف الكادر الفوقاني على الهواء مباشرة. حسن بن حبتر بن سعيد بن حبتر المريخي يقدم لنا الغزيل في هذا الشوط من أشواط الثنايا البكار. ننتقل من الغزيل إلى المركز الثاني والباسلة من تستبسل في هذا الشوط بكل ما أوتيت من قوة لتصارع ما بين المركزين الأول والثاني وهي على المركز الثاني لطالب بن ناصر بن علي الغفران المري ووصول خطير خطير للغاية من قبل الضبي سالم بن علي بن سالم التوم المري اللي على المركز الثالث. المركز الرابع لجامة تتقدم بدورها لمنصور بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين وتهاني على المركز الخامس أيضا تعود ملكيتها لفهد بن سعيد بن محمد آل أبو سعيد الخيارين. وهذا الشوط الآن يركض وينطلق في وضع التهدئة ولكن وين التهدئة يا مضمرين؟ وين التهدئة؟ لا ليس هناك هدنة في هذه الأشواط ولا راحة ولا استراحة أبدا 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 إلا بعد خط النهاية الكل يراقب الآخر ويتابع أيضا متابعة حديثة ودقيقة. نعود إلى من تحتل المركز الأول الغزيل حسن بن حبتر بن سعيد مريخي ويا مالك الغزيل لا راحة ولا هدنة إلا بعد خط النهاية. هذه تنطلق على أريحية تامة. خل عينك على أخوانك المضمرين لا خطورة حتى هذه اللحظات على انطلاقة الغزيل من تحتل المركز الأول ونشاهدها على الكادر الفوقاني تتمتع بهذه الرفاهية التي تحتلها دائما من تحتل وأيضا تسيطر على هذا الموقع المستهدف وهذا الموقع المنشود لكل المشاركين. الكل يتمنى من تحتله الغزيل الكل يتمنى هذا الموقع وهذا المركز المستهدف. هذه الغزيل لحسن بن حبتر بن سعيد المريخي تسيطر على الكادر الفوقاني بأريحية تامة وجرة الشوط وما شاء الله على الغزيل ما شاء الله تبارك الله على هذه الانطلاقة في وضع التهدئة وتبتعد ابتعاد كلي عن المشاركات. المركز الثاني الضبي سالم بن علي بن سالم التوم المري وعلى المركز الثالث تتقدم لجامة لمنصور بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الرابع أول نداء لعهد فهد بن سيف بن محمد آل أبو سعيد الخيارين. تتقدم عهد هذه عهد مع المحترف أول نداء تصل في هذه اللحظات عهد ضيفة على النداء في المركز الرابع. المركز الخامس أيضا وصول من نهابة تصل عتيق بن محمد بن عتيق المهيري يصل شعاره في أول نداء وتصل وتتقدم نهابة في هذه اللحظات على المركز الخامس. الكيل وين مترين الثقيلين الأخيرين على مالك الغزيل وعلى المشاركين في هذا الشوط. هذه الغزيل على المركز الأول وعلى الهوائي مباشرة
تحتل المركز الأول وغادرت الغزية لوحة الكيلو مترين الأخيرين باتجاه 1500 متر الأخيرة. يا سلام، حسن بن حبتر بن سعيد بن حبتر المريخي يقدم لنا الغزي الخير تقديم وخير تضمير وخير ترتيب وعناية فائقة مع هذه المشاركة من مالكها حسن بن حبتر بن سعيد المريخي، أحد الشباب المميزين والمضمرين من الطراز الممتاز. يلا 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 يا حسن، يلا يا حسن، ركز يا حسن. المركز الثاني تتقدم هنا لجامة، أيضا صاحبة عوايد في هذا الموسم وسجلها حافل بالإنجازات، تعود ملكيتها لمنصور بن غانم بن منصور بن سيف الخيارين، بينما الخطورة من المركز الثالث وعهد عهد عهد تلاحق لجامة في هذا الشوط وتلاحق الغزين. هذه على المركز الثالث مع المحترف فهد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين وأبناء الخرسة أيضا يطمحون بانتزاع ناموس الشوط. المركز الرابع تتواجد الظبي، تعود ملكيتها لسالم بن علي بن سالم التوب على المركز الرابع. المركز وايضا تطمح الظبي في اختطاف نقطة الشوط، وانت تريد وانا اريد لكل المضمرين، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. المستوى متقارب وهذا الشوط ربما تحدث فيه مفاجأة من خلال هذا المستوى المتقارب جدا للمشاركات. التسيير يلعب دوره يا مضمرين، التسيير يلعب دوره في هذا الشوط. المركز الخامس تصل نهابة عتيق بن محمد بن عتيق بن جمع المهيري، هذه نتيجتنا أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم. وراء التدخل والقدوم من قبل حربة وليد بن محمد بن إبراهيم السيد أيضا تنضم إلى دائرة النداء والإعلام في هذا الشوط. وانطلقت الظبي أو انطلقت عهد وانطلقت لجامة. يا سلام، عهد ولجامة، ولكن عهد المحترف 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 يقدم لنا عهد في هذا الشوط، ومتابعة شقيق المحترف راشد بن سيف أبو سعيد الخيارين من الولايات المتحدة البريطانية من هناك من العاصمة لندن يطمح بالفوز. وأيضا هنا لجامة تتقدم، لجامة بسجلها الحافل بالإنجازات في هذا الموسم، سبق وإن فازت معنا بنقاط عديدة. يا سلام، هل الخرسعة وأيضا ممثل العوينة في منافسة مثيرة في هذا الشوط. يا سلام، وصلت وعد لعلي بن صالح بن سعيد بن ملهية. يا سلام يا سلام، هذه وعد، هذه وعد وشعر بن ملهية، ولكن انطلقت وعد الأخرى، انطلقت وعد المحترف، انطلقت وعد المحترف لتفوز بناموس الشوط. ولكن لا مفر من وعد حاملة الرقم 20 وشعر بن ملهية على المركز الثاني. يا سلام، أتتنا من حيث لا نعلم. وعد وعلي بن صالح بن سعيد بن ملهية ووعد المحترف، وعد بن ملهية ووعد المحترف، ولكن وعد لعلي بن صالح بن سعيد بن ملهية تختطف ناموس الشوط. تهانينا تهانينا وناموس الملك وعد علي بن صالح بن سعيد بن ملهية، من فاجأتنا في الأمتار الأخيرة وأيضا أول نداء لها مباشرة إلى المركز الأول. ما شاء الله عليها وعد. المركز الثاني وعد لفهد بن سيف محمد أبو سعيد الخيارين. المركز الثالث لجامة لمنصور بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الرابع حربة لوليد بن محمد بن إبراهيم السيد. المركز الخامس وصلت فيه نهابة لعتيق بن محمد بن عتيق بن جمع المهيل. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم للخمسة المراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط. وهذه وعد من أتت ربما مع المئتين متر الأخيرة وعلى الوعد، ومع الوعد فازت وعد. 13 دقيقة 13 ثانية 66 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لمالك وعد علي بن صالح بن سعيد بن ملهية على هذا الفوز. المركز الثاني وعد 13 دقيقة 14 ثانية 36 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لعهد، بكرة المحترف اسمها عهد وهذه وعد. تهانينا لفهد بن سيف أبو سعيد الخيرين المحترف على الفوز بالمركز الثاني. المركز الثالث لجامة وتوقيتها 13 دقيقة 17 ثانية 13 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لمالك لجامة منصور.